السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتورنا العزيز. حياك الله مولاي عمر المريني، الرجل الفاضل، الرجل الصالح، حياك الله مولاي. حفظكم الله ورعاكم سيدي الدكتور، والله يجازيكم على هذا البرنامج الشيق الذي تثلج به جميع صدور المغاربة من نساء ومن رجال، وتهتم بقضايا المجتمع المدني المغربي خاصة في الأمور الاجتماعية. جزاكم الله خيرا، وكنشكر الطاقم اللي كيسهر معك دائما، الطاقم التقني جزيل الشكر، وكذلك نشكر الإذاعة، هذه الإذاعة الطيبة، الإذاعة ديال ميد راديو. شكرا لك مولاي عمر المريني على هذه الكلمة الطيبة، شكرا لك مولاي. مرحبا سيدي الدكتور، مرحبا، ليلة مباركة سيدي. حياكم الله. الله يحفظكم سيدي الدكتور. هذه الايام كاين احتفالات ربما ديال الناس ديال رجالات المقاومه وجيش التحرير، ناس اللي اعطوا الكثير للبلد واللي قدموا الغالي والنفيس، ويحق لنا ان ننظر اليهم نظره اعتراف بالجميل. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نعم سيدي الدكتور، فقدنا سيدي أحد من المعالم البيضاوية سيدي الحاج أحمد الغندور رحمة الله تعالى، الله يجد عليه رحمته، وكان من أبرز المقاومين في الدار البيضاء أمثال الزقطوني والحاج محمد بن الظاهر، وهؤلاء من الأعلام ديال مدينة الدار البيضاء، وكذلك سيدي الحاج محمد بن جلون الشوكولا المؤسس للفريق ديال الوداد البيضاوي بالمدينة الدار البيضاء. وهذا الحاج أحمد الغندور هو واحد الرجل هذا من الأعيان البيضاوية والذين اشتغلوا في عهد المرحوم له البطل المجاهد مولانا محمد الخامس قدس الله سره محرر هذا المغرب العظيم. لأن الحاج أحمد الغندور هذه العائلة معروفة ومشهرة عند جل أوساط البيضاوية، وعدد الناس اللي هما جاوا للدار البيضاء من أمثال الأسر الفاسية ومن جهة سوس كانوا يشتغلون معه، لأنه كان رجل الحركة الوطنية وقام بأدوار كبيرة في تحرير هذا البلد العزيز علينا. والحاج أحمد الغندور كان يقطن بالمدينة القديمة، وكان ديما مسخر الدار ديالو للمقاومين وكان كيجمعهم، وقاموا بمناورات وبأمور كبيرة من أجل تحرير هذا المغرب العزيز مع سيدي محمد الخامس رحمة الله عليه. لا إله إلا الله. هو الحاج محمد بن الظاهر، هذا الرجل حقيقة السي بن الظاهر رجل وطني كبير، وكان من قدماء الكبار في تحرير هذا الوطن، وقام بأعمال اجتماعية كثيرة من إصلاحات في بعض المساجد والزوايا بمدينة الدار البيضاء، وكان هو تقلد عدة مناصب. وسيدي أحمد الغندور كان أولا رجلا فقيها، وكان متصوفا، وكان محبا في الضعفاء، وكان كيمشي يزور بيده الأسر البيضاوية بعد ما أنه تحرر المغرب، بقى على مسار حياته يقوم بأعمال ديال الخير، لأنه الرجل كان تجاريا، ولكن كان يقوم بأعمال فاضلة كثيرة في المدينة القديمة وفي المعارف، خاصة الدار البيضاء كلها، لأنه كان عنده بعض الأملاك من جده سيدي عبد السلام الغندور رحمة الله عليه في طماريس. وهذه العائلة في طماريس معروفة بالدار البيضاء، وهذه العائلة معروفة بالدار البيضاء، وكان توفى له الابن ديالو سيدي رضوان، واليوم حيوا له الذكرى. وهاد ولدو حتى هو كان بالجانب ديالو، لانه كان يشتغل مع الحاج احمد الغندور رحمه الله عليه. وهذا الرجل كرم في حياته من طرف بعض المقاومين، وكان لا يريد الدنيا، كان لا يبغي الدنيا، كان يحب اهل الله، يحب الزوايا،
ويزورها في المواليد ويقوم ببعض المساعدات من أجل الإطعام ومن أجل فعل الخيرات، خاصة ذاك البيضاويين اللي كانوا ضعاف وكانوا ساكنين في الأزقة الهشة أمثال ذاك الزنقة ديال دير الطليان والزنقة ديال العرايش، لأنهما كانوا ساكنين حدا لك الروج تما حدا الزنقة ديال الصليب الأحمر في المدينة القديمة بالدار البيضاء. ولي عمر غندور رحمة الله عليه كان رجلا فضيلا. لا إله إلا الله. هاد الناس المقاومين رحمة الله عليهم. مولاي عمر المريني، هاد الناس من أهل الصلاح اللي كانوا من رجال المقاومة وجيش التحرير اللي على أكتافهم تحرر المغرب وحنا اليوم كنعيشوا بسلام وأمان بفضل نعم. الله تعالى ثم بفضل الجهود ديالهم. اليوم الشباب المعاصر محتاج يعرف السيرة المشرقة ديال هاد الرجال، كيف يمكن أن نبلغ هاد الرسالة للشباب اليوم؟ أولا هاد الناس كانت لهم على مسار الحياة ديالهم أنهم يذهبون إلى بيوت الله، كان عندهم تربية ربانية وكانوا يحفظون القرآن وكانوا يعملون بكلام الله بالقرآن وكانوا يذهبون إلى الزوايا من أجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمثال سيدي الحاج أحمد الغندور والحاج محمد بن الظاهر والسي بن نجاح رحمة الله عليه والسي الزقطوني، هذه العائلة رها عائلة متصلة بالرجرجة الرقراقة، والوالدين ديالهم كانوا ناس أقطاب، ناس كانوا علماء وكانوا فقهاء. هاد الشباب هادو سيدي الدكتور ينبغي لهم أن يذهبوا إلى بيوت الله من أجل الذكر ومن أجل استقطاب الأفكار ديالهم في الأعمال ديال المساعدات والأعمال ديال الخيرات، لأن هاد الأعمال ديال المساعدات وديال الخيرات مع المواطنين ومع الناس هذه أعمال فاضلة أصلا، راه هي مقاومة في هذا الوقت، لأنه هذا الوقت سيدي الدكتور هاد الناس عندهم قضايا ومشاكل اجتماعية هشة. التحديات اليوم التحديات والرهانات هي محاربة الفقر الهشاشة نعم. والأعمال الاجتماعية ويهبوا يمشيوا الجمعيات التي تقوم بالأعمال ديال الخير والبر وديال الإحسان موجودة الحمد لله، عندنا ناس كيشتغلوا أفاضل لهم جمعيات كبرى ويمشيوا للزوايا، خصهم يمشيوا لأنه هاد الشباب راه متعطش المسألة الروحية، كيتسقوا بالإيمان، كيتسقوا بنور الإيمان، كيتسقوا بنور الإيمان وكيتسقوا بالنور بالنظرة ديال الله سبحانه وتعالى بذكره وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهاد الشباب ديالنا راه كيخصو اللي يرد به شوية من ناحية ديال التوعية، الحمد لله عندنا السادة العلماء جزاهم الله عنا خيرا كيخصهم يتحركوا في هذا الباب من ناحية من أجل الاجتماع بهم، يعني يجتمعوا بهم ويهبوا إلى بيوت الله، لأن هنا كيكون انطلاقة سيدي الدكتور. نعم سيدي نعم. هنا كيكون انطلاقة، وحنا المقاومة ديالنا في هذا الوقت جميعا هو أجل مساعدة ومن أجل الإسراع للمد اليد ديالنا لهذه الفئة المحتاجة. أنت شتي الناس سيدي الدكتور عند قضايا ديال الأمراض وتعاني أزمات كبيرة والناس مساكن ما صابوش الأدوية، ما صابوش اللي يساعدهم، ما صابوش اللي يوصلهم اللي غيساعدهم. أنت سيدي الدكتور يا سيدي يا سيدي اللي غيمشي ويمشي عند المحسنين ويمشي عند الجمعيات وتكون عنده واحد الكلمة ويكون معروف وعنده واحد المصداقية، فهمتي يا سيدي الدكتور؟ نعم. وحتى الجمعيات الله يجازيهم راه كيقوموا بعض الاعمال طيبه، ولكن كيخصهم يتصلوا بالناس ذو النوايا الحسنه، فهمتي يا سيدي الدكتور؟ لا اله الا الله. والشباب راه كيخدموا، راه كيحاولوا ما امكن كيخدموا بزاف ديال الامور، ما كيسمعوا شي حاجه ديال الاصلاحات ولا كيسمعوا شي حاجه يعني كيشتغلوا بها، ولكن دابا اصبحوا مشغوبون ومشغولين بهذه القضيه ديال هذه الفيسبوكات وهذا الشيء هذا. فتنة المعاصرة ديال نعم. أي هاد المسائل ديال التكنولوجيا صبحوا متبعين القضايا ديال، وحنا كنشوفوا الناس مساكن محتاجين. لا إله إلا الله. النساء عندهم أمراض، عندهم عدة أشياء. أمثال سيدي الغندور رحمة الله عليه الحاج أحمد كان كينفق من المال ديالو، كينفق من جيمو، سواء كان عنده ولا ما عنده شيء، الخبزة كيقسمها مع اللي محتاج. الناس كانوا كيمدوا اليد ديالهم للجيران.
نعم. كانوا كيسولوا الناس اللي كيتحولوا من حداهم لاماكن اخرى كيبقى الاتصال، فهمت يا سيدي الدكتور؟ نعم. ولي عمر الوقت يدركنا، ربما بغينا نعم. في هذا ما تبقى من دقائق البرنامج بغينا واحد الدعوه ديال الخير لهم بالرحمه والمغفره، اولا هاد الرجال تاع الوطن اللي ضحوا بالغالي والنفيس من اجل طرد المستعمر الغاشم والحصول على استقلال الوطن، ثم لكل ابناء الشعب المغربي بالرحمه وبالمغفره والاموات ديالنا بان يكونوا في ضيافه الرحمن. واحد الدعوه من عندك مولاي عمر، ترى من الصالحين ومن الذاكرين. اولا وقبل كل شيء، اللهم ارحم جميع اموات المسلمين. اللهم ندعو أمين. الله تعالى، ندعو الله تعالى مع الحيين بعدا. إيه. الناس اللي في الطراب، في الطراب سيدي الدكتور، الله يجازيكم وانتم كتلقاو المكالمات الهاتفيه، مضطربين مساكن في الامراض ديالهم. الناس ندعو الله تعالى ان يفتح عليهم ابواب رحمته. اللهم امين. اللهم يا ربي من كان مريضا في المغاربه من نساء ورجال وهم يستمعون الينا في هذه الليلة الفاضلة، في هذه الليلة ديال الجمعة، نسأل الله تعالى، نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله تعالى رب العرش العظيم أن يشفيهم، أن يشفيهم يا ربي من الداء، فاشفيهم اللهم يا ربي من عضال الداء، اللهم يا ربي ارفع الضرر عليهم، اللهم يا ربي كما قلت في كتابك العزيز المفضل القرآن العظيم، قلت ادعوا لي استجب لكم، استجب اللهم يا ربي دعاءنا في هذه الليلة المباركة، اللهم يا ربي اذهب الباس، فاشفي انت الشافي، انت العافي، انت الكافي، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما، فاشفيهم اللهم يا ربي ما بهم من ضر، اشفي اللهم يا ربي نساء المغاربة، جميع المرضى ديال المغاربة ديالنا وديال المسلمين، احفظهم اللهم يا ربي من الأمراض الفتاكة، واجعل اللهم يا ربي الألطاف الخفية تكون شفاء لهم وحصنا عليهم، كذلك المغاربة الرجال، اللهم يا ربي ارفع عليهم الداء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أنزل الداء أنزل الدواء، فاللهم يا ربي أنزل دواءك، أنزل اللهم يا ربي دواءك على جميع مرضانا يا رب. بجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رحمة. اللهم يا ربي من كان في ضائقة ومن كان في حسرة، فاللهم يا ربي فرج ضائقته يا رب. فرج اللهم يا ربي همه، وأعطي لقلبه ما يتمنى، وأن يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. المغرب ديالنا واقف على الأمطار سيدي الدكتور. يا رب يا رب يا كريم، نسأل الله تعالى أن يسقينا غيثا نافعا يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رب اسقينا غيثا نافعا يا رب يا رب، اللهم يا رب اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رحمن، اللهم يا ربي اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، بفضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب. اللهم يا رب ارحم المقاومين وارحم الذين حرروا هذه البلاد وحرروا المستعمر من هذا المغرب، حرروا المستعمر من هذا المغرب، ارحموا يا ربي ارحمهم بالقرآن العظيم، واجعل اللهم يا رب القرآن العظيم هدية ورحمة لروحهم الطاهرة ولأرواحهم الطاهرة، اللهم يا رب ارحم جميع أموات المسلمين قاطبة في المشرق والمغرب، اللهم يا رب ارحم والدينا ووالديكم، وارحم أباءنا وارحم أجدادنا وارحم أشيخنا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك في هذه ليلة الجمعة جميع أموات المسلمين قاطبة بجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وارحم اللهم يا ربي البطل المجاهد محرر البلاد مولانا محمد الخامس قدس الله روحه، اللهم لا تحرمنا أشراه ولا تسنا بعده، واجزه اللهم يا ربي عن ما قدم أحسن الجزاء، وارحم اللهم يا ربي بني المغرب وموحد البلاد
باني المغرب الحديث موحد البلاد مولانا الحسن الثاني اللهم يا رب ارحمه بالسبع المتاني واجعل اللهم يا رب القرآن العظيم رحمة إلى روحه الطاهرة واجعلهما منعمين في عرصة الجنان في ضيافة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم يا ربي انصر مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك سيدي محمد السادس الذي لا يدخر جهدا على هذا الوطن العزيز وعلى قضايا ديال الشعب المغربي وعلى قضايا الشعب الوفي. فاللهم يا ربي اشفيه انت الشافي انت العافي انزل اللهم يا ربي عليه رضا الصحة والعافية واحرسه اللهم يا ربي بألطابك الخافية جعله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم يا ربي انصره نصرا مبينا اللهم يا ربي اعطي لقلبه ما يتمنى بجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واحفظه اللهم يا ربي بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن أنبته اللهم يا ربي نبتا حسنا واجعله يا ربي يا ربي يا كريم. انقطع الخط ربما للأسف. شكرا لك مولاي عمر المريني على هذه الدعوات الصالحات وأسأل الله الواحد الأحد أن يجمعنا وإياكم في واسع رحمته وأن يختم لنا وإياكم بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.